يوما بعد يوم تزداد انتقادات الموالين للوجود الإيراني في سوريا. بدأ عدد منهم بالظهور في مقابلات تلفزيونية مطالبين بخروج إيران وميليشياتها من سوريا. اجت الدولة السورية وهو تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية والقوى الإيرانية. اجت الدولة السورية قالت لهم اعطوني صاروا ميليشيات هلا صاروا ميليشيات هي أشبه بصرخات ذعر وموجات تذمر وغضب بدأت ملامحه تظهر للعلن بين صفوف الموالين للأسد لترسم تصورات مبنية على وقائع تؤكد أن وجود الإيرانيين في سوريا بدأ يشكل بالنسبة لهم خطرا على هويتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فصحيح أن صمت الموالين على الكوارث التي تسبب بها الأسد ونظامه في البلاد ما يزال لغزاً مثيراً للجدل، غير أن ثمة نقطة توافق مشتركة مع معارضيه، ألا وهي الازدياد الملحوظ في التهجم على الوجود الإيراني، وهو ما يعني أن فئة منفصلة نسبياً عن التوجه العام لنظام الأسد بدأت تتشكل وبدأت أصواتها تتعالى في المنابر الإعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. إنه نحن كاشفين لإيران من الأول والدور المشبوه إلى ربما تطرح تساؤلات كثيرة فيما إذا كان الهجوم على إيران ووجودها وتغلغلها في المجتمع السوري جاء بتوجيه من النظام وأذرعه الأمنية، لا سيما بعد الحديث أخيرا عن توسع الخلافات بين الطرفين واتهامات وجهتها إيران بمسؤولية النظام عن مقتل جنرالاتها في سوريا، وأن ثمة معلومات استخبارية مسربة من ضباط النظام تسهل عمليات التصفية واصطياد الإيرانيين داخل المباني السكنية وسط المدن السورية كما حدث في حيي كفرسوسة بدمشق والحمراء بحمص. سوريون كثر تحدثوا في بداية اندلاع الثورة السورية عن إمكانية حدوث انتفاضة مرتقبة للموالين اعتراضا على تمدد إيران ومشاريعها التوسعية ومطامعها في خيرات البلاد التي تنعكس سلبا على جميع السوريين، لكن محاولات عدة للنظام حالت دون ما يمكن وصفها بالانتفاضة الكبرى بوجه إيران، واستطاع من خلالها استيعاب التململ وموجات الانتقاد التي لم تأخذ إلى الآن طابعا منظما أو مؤثرا بعد، وربما لافتقاده إلى قيادات أو مؤثرين يستطيعون تحويله من مجرد تصريحات وأحاديث عابرة إلى انفجار شعبي يقف في مواجهة إيران. الآن ما الذي يحدث؟ يعني هذا بشار برهوم أو غيره عندما يرفعون عقيرتهم ضد الإيرانيين بهذا الشكل؟ هذا من أبيهم الذي في المخابرات، إن هو إلا وحي يوحى، لا أحد يقول بهذا الكلام علنا من عندياته، هذا توجيه من العميد فلان والعقيد علان، ويأتيهم النص على الواتساب تقول كذا وكذا وكذا كيت وكيت وكيت، محسومة هذه كشروق الشمس وكغروبها. لماذا هذا الأمر يحدث؟ معنا في نصف الحلقة الآخر ضيف لديه إجابة، لماذا الآن، لماذا المخابرات توعز إلى هؤلاء أن تكلموا بهذه الطريقة، ما الذي يحدث؟ ضيفنا في قسم الحلقة الآخر لديه جواب، لكن ريثما يأتي وقت ضيفنا نحن سنناقش في هذه الدقائق القليلة هو الواقع الذي يعيشه أهل الساحل والعلاقة التي تربط أصلاً، وهذه علاقة إشكالية التي تربط الشيعة بالعلوية. قبل كل ذلك أن المناطق التي يحكمها النظام جنوبا هناك السويداء خارج تغطية الأسد، درعا ما بين بين، ودمشق وأرياف دمشق وأريافها، وهذه يعني تقريبا ما بقي بها أحد، خالية، وهناك يعني خليط سكاني في هذه المنطقة، وأتى الإيرانيون وعوائلهم يحكمون القبض لا شك على دمشق وأريافها، ومن ثم الاتجاه باتجاه حمص، ومن ثم الساحل السوري. لذلك العين دوما على الساحل السوري، على أهل الساحل السوري، كونهم بيضة قبان الآن مهمة جدا في المناطق التي يحكم النظام سيطرته عليها. من هنا تأتي أهمية العلاقة وتسليط الضوء الدائم على العلاقة التي تربط الشيعة بالعلويين.
ما كانت هناك علاقات سابقا، كثر يقولون هذا الكلام. هي بدأت العلاقة منذ أيام حافظ الأسد، عندما احتاج حافظ الأسد إلى فتوى كي يصبح رئيسا لسوريا، أتى بموسى الصدر وذهب به إلى جبال العلويين، موسى الصدر الإمام الغائب، وذهب به إلى جبال العلويين، وهناك موسى الصدر وهو الشيرازي أصدر فتوى تقول بأن العلويين هم مسلمون جعفرية، مسلمون اثنى عشرية، وبالتالي أصبح حافظ الأسد رئيسا، ومن ثم تقلد حكم الجمهورية العربية السورية. من هنا بدأت العلاقة، ومن ثم أتت قصة جمعية هذه جمعية الإمام المرتضى، هذه التي أنشأها جميل الأسد، وقصة بناء حسينيات في جبال الساحل السوري، والإتيان بأئمة من إيران للصلاة في هذه الحسينيات. وحاولت إيران منذ وقتها برعاية من حافظ الأسد، وإن كانت بقوننا يعني كان الموضوع مقننا، بتشيع العلويين، لكنها فشلت فشلت. المجتمع العلوي مزاجه طارد للشيعة الإمامية الاثنى عشرية، والشيعة يعلمون هذا الأمر. لذلك الخميني كان يعلم هذا الأمر. هو الخميني هو من خرج بفكرة الأمة الشيعية، وهو قائد هذه الأمة الشيعية المتخيلة. لديه كان مشكلة فيما يتعلق بالعلويين في سوريا، لذلك هو يعني تم الاتفاق ضمنا على أن هؤلاء ليس شرطا أن يكونوا شيعة مذهبيا، يكفي نقبل منهم أن يكونوا في بادئ الأمر شيعة سياسيا. وحاول إلحاقهم إلى قصة ما يسمى بالأمة الشيعية أيام حافظ الأسد. طبعا هذا الأمر كان متعذرا، لأن حافظ الأسد كان أيضا يتعامل مع الخميني ندا لند، رأسا لرأس. لكن بعد إتيان السيد الرئيس بشار الأسد، لا، تحقق هذا الموضوع للإيرانيين، وأصبح هذا الحلم قابل للتحقق أكثر فأكثر. مسألة الأمة الشيعية التي تستوعب فيما تستوعب العلويين في سوريا، الحوثيين في اليمن، هم لديهم مشكل، يعني كان في العلويين في سوريا والحوثيين في اليمن. الحوثيين في اليمن تم حل هذه المشكلة فعلا، والقوم تحولوا من الزيدية إلى الاثنى عشرية بشكل كبير. تبقى مشكلة العلويين في جبال الساحل، لم يتشيعوا، هؤلاء لم يتشيعوا، تبقى مشكلة عند الإيرانيين، لأن واقع العلويين في جبال الساحل هو واقع صعب جدا. دفعوا ثمنا باهظا نتيجة لوقوف يعني جزء منهم مع النظام السوري، ثم فجأة صحوا على واقع ملؤه الفقر والبؤس. مشاهدة تقرير ونعود. إلى دهاليز الألم زجهم نظام الأسد، فلا يخفى على متابع أنه منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 اعتمد النظام بشكل أساسي على العلويين السوريين في محاولة قمع الثورة، ثورة حملت آمالاً عريضة بمستقبل مفعم بالحرية والديمقراطية وإنهاء الاستبداد. لكن سرعان ما وجد العلويون أنفسهم أمام كابوس مرعب بعد سنوات من الاضطهاد والتهميش، فما زادتهم إلا قهرة. تغيب الإحصاءات الرسمية عن أعداد المتضررين من تلك الطائفة، بينما تحضر الوقائع على الأرض جوع وفقر ونقص في عدد الشباب، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة، فمنهم من قضى ومنهم من وجد في الهجرة سبيلا. أثمان وأثمان، ما زال معظم العلويين السوريين يدفعونها ضريبة ولائهم المطلق لنظام الأسد منذ وصوله إلى السلطة، فهم من شكلوا قاعدة جماهيرية تعبد طريق الفساد وتصمت عن الضيم، حتى استفاقوا على ثورة استخدمهم فيها دروعا بشرية في حربه المسمات زورا وكذبا، حربا على الإرهاب. سنوات مضت كانت كفيلة بكشف زيف الصمود والتحدي، لتفترق الطرق ويبقى في الساحة قلة قليلة من المعارضين العلويين، معظمهم اختاروا إعلان الولاء للنظام خوفا من الاعتقال أو زجهم في حرب قديمة متجددة لم ترحم البشر ولا الحجر.
الآن البعض يقول هناك مشكلة فعلا يعاني منها المكون العلوي في سوريا، شان كل المكونات في سوريا. ما هي المشكلة؟ أن آل الأسد يحسبون على الطائفة العلوية. آل الأسد حاولوا إظهار أن الكثرة الكاثرة من الطائفة في صفهم، حاولوا ونجحوا. كيف نجحوا في ذلك؟ بسيل لا نهائي من الشبيحة الذين نزلوا من الجبال واجتاحوا القرى والمدن السورية، والنظام كان حريصا على إظهار هؤلاء وإظهار لهجة هؤلاء وإظهار تصرفات هؤلاء. الآن القول أن هذه الطائفة هي الطائفة الحاكمة، البعض يقول هذا قول فيه التجنن. الحكام هم آل الأسد والطائفة جزء كبير منها، شان كل السوريين هم فقراء معدمون خارج دوائر التأثير والقرار. لكن الموقف بعد انطلاق الثورة حسب عليهم، حسب أن جزءا لا بأس به منهم انخرط في القتال مع النظام، وآل الأسد استطاعوا أن يلعبوا هذه اللعبة كي يظهر أن وراءهم حائطا صلبا. من هو هذا الحائط؟ قال لك الطائفة العلوية. وهناك لا شك يعني هناك تنويعات كثيرة داخل الطائفة، وليست الطائفة على قلب رجل واحد في تأييد بشار الأسد. الآن ما الذي حدث؟ على الأقل هؤلاء الذين أيدوا بشار الأسد وقدموا لأجل آل الأسد الغالي والنفيس صحوا على واقع صعب، فقر مدقع. آل الأسد ما زالوا يستحوذون على كل الثروات، حتى وصل الأمر بأسماء الأسد أن تحرق الأراضي الزراعية في الساحل السوري، تحرق الأراضي الزراعية. وأسماء الأسد الآن الأمانة السورية للتنمية تشتري وتبيع من أراضي الساحل السوري. مشكلة عظيمة، يعني هؤلاء القوم صحوا على لا شيء بعد أن قدم جزء منهم تضحيات كبيرة مع النظام، ثم لا شيء، والذي بقي من أملاكهم تأتي أسماء الأسد وتأخذه. مشكلة عظيمة ولا أمل في الحل. لذلك قسم كبير من شباب الساحل السوري الآن يهاجر إلى قبرص، يذهب إلى أوروبا، يذهبون لأنه المنتفعين قلة قليلة في الساحل السوري، والبقية فقراء معدمون. هذا من فقد أنفه، من قلعت عينه، من قطعت رجله، والنظام تخلى عنه. ما الحل؟ بدأ الغضب يزداد داخل الساحل السوري، والنظام يدرك هذا الأمر. لذلك بشار الأسد وزوجته يعني يذهبون في زيارات يعني متكررة، يريدون أن يهدئوا الخواطر. هو ذات يوم بشار الأسد ذهب وافتتح مصنع للطاقة، اعتبروه يعني إنجاز يعني هائل، يريد أن يهدئ الخواطر، لكن لا سبيل إلى تهدئة الخواطر. الغضب عارم في الساحل السوري، عارم جدا، نتيجة الفقر والفقر المدقع. لذلك بدأت تظهر حركات داخل الساحل السوري معارضة للنظام، وتاريخيا هناك عوائل معارضة لآل الأسد تاريخيا لا شك في ذلك. لكن مؤخرا بدأت تظهر حركات داخل الساحل السوري من نسيج الناس نتيجة الوضع الذي تعيشه العوائل في الساحل. لدينا الآن مادة تعرض أبرز الحركات والأصوات العلوية المعارضة التي ظهرت خلال السنتين أو 3 سنوات الماضيات في الساحل السوري. برنار هيري لويس، هذا الصهيوني، هذا المستشرق اليهودي الفرنسي، هو توقع ذات يوم، توقع أنه سوريا سوف تقسم إلى دويلات،
البعض يقول لك بعيدا عن الكلام الوردي هذا أمر شبه حاصل الآن في سوريا، يعني سوريا مقسمة، هو توقع يعني أن تتقسم سوريا إلى دويلات في قلبها سوريا المفيدة، سوريا المفيدة هي التي تحتاجها إيران ويحتاجها آل الأسد، لكن هو أردف برنار هنري لويس قال لك الصراع في المرحلة القادمة سوف يعني بعد أن تقتطع سوريا المفيدة من سوريا سوف ينتقل الصراع إلى فكرة الصراع الشيعي العلوي. لماذا؟ هو يقول أن في الصراع الشيعي العلوي، ولا يقصد كل الطائفة العلوية طبعا، لكن المستفيدين من حكم آل الأسد والذين أخذهم آل الأسد في ركابهم، هؤلاء ربحوا الوجود، صحيح ما زال وجودهم محفوظا في الساحل السوري، لكن مع الفارق خسروا المكانة السياسية والوجود السياسي. لصالح من؟ لصالح الشيعية السياسية. وهذا الآن حادث متحقق. إيران وأذرع إيران وجودهم في دمشق طاغن على عكس وجودهم في الساحل السوري، هم يطبرون ويلطمون في دمشق، لا يفعلون أفعلهم هذه في الساحل السوري. البعض يرى أنهم ربحوا، هم العاصمة السياسية، ربحوا دمشق، ربح العلويون الوجود لكنهم خسروا النفوذ، والشيعة ربحوا الوجود وربحوا النفوذ. لذلك هذا الأمر مدعاة صراع بين الطرفين. الآن آل الأسد كيف سوف يديرون هذه المعركة؟ لا أحد يعلم. وبالنسبة لفكرة الأمة الشيعية، وهي الفكرة التي قامت عليها إيران على الأقل بعد الخميني، وإن كانت هي أصلاً منذ عهد أواخر الدولة القاجارية، يعني هو منذ القرن 18، هي هذه كانت فكرة الأمة الشيعية المتخيلة أصلاً منذ أيام الصفويين. هؤلاء الصفويون الأذر التركمان هم أصحاب فكرة الأمة الشيعية المتخيلة، كانت وقتها منافسة للدولة العثمانية، ومن ثم تطور الموضوع حتى وصلنا إلى عهد الخميني. حتى بعد مجيء بشار الأسد وبعد انطلاق الثورة السورية تعزز الموضوع أكثر فأكثر، لم تستطع إيران دمج الشيعة أو العلويين في هذه الأمة المتخيلة، بقي العلويون على مسافة تتسع وتضيق، يبدو أنها في هذه الأيام تتسع. التسليم بفكرة انضمام العلويين إلى الشيعية السياسية، حتى هذه الفكرة ربما إيران تخاف من فقدها، لأن آل الأسد ربما ولاءتهم تقلب يعني في اللحظة الأخيرة، لذلك الإيرانيون خائفون. بناء عليه يأتي كلام بشار برهوم ويطلق الرصاصة على أرجل وعلى صدر الملالي علنا. معنا الآن من فارنا في بلغاريا الكاتب والصحفي الأستاذ بسام اليوسف. أستاذ بسام مرحبا بك. تحياتي صديقي، الله يسعد أوقاتك. مرحبا، أنا أدري أنك يعني لا تحب الخوض في هكذا نقاشات طائفية، لكن يعني معذرة إلى السوريين، يعني هذا هو واقع الحال. نحن الآن في سوريا نعيش هذه الأحداث، يعني لا حول ولا قوة، ماذا نفعل؟ تفضل. هل لديك حل؟ هذه سوريا التي نعيشها، نحن لا نعيش في سويسرا ولا نعيش في، يعني هذا هو واقع سوريا. فلذلك اعذرني. نعم. لذلك اعذرني يعني مبدئيا استاذي. انا بدي اعذرك، لكن حقيقه بتمنى المشاهدين يعذرون انا وانت اذا اخذنا بهذا الموضوع. يا ليت نسال الله ان يعذراننا. الان بشار برهوم قال لك والله إيران دولة محتلة، يعني قال عن الإيرانيين ما لم يقله أهل الثورة. نعم. لماذا؟ تعليقك على هذه الحادثة مبدئيا. هلا بالبداية يعني خليني أول شيء أحكي شغلة أنا برأيي كثير مهمة، يعني ما بعرف أنا شو سر الاهتمام
بشار برهوم إعلاميا طبعا، مو بس يعني بس عمل أي فيديو بصفي في اهتمام فيه. هلا بفهم أنا إنه يعني إنه هو الخصوصية إنه من الساحل وداخل سوريا وإلى آخره، وأحيانا بيحكي ضد النظام، لكن في حقيقة أنا برأيي لازم نعرف كل اللي بتعاملوا مع هيك فيديوهات. بشار برهوم رجل يعني ببساطة شديدة هو رجل لا يتكلم بأي معنى عميق إلا بأمر من المخابرات وبإعاز من المخابرات وموافق المخابرات، ونحن ما نغلبين على الوضع السوري، وبعرف السوريين كيف إذا بتجرأوا وبيحكوا بأي خط، بتجاوزوا أي خط مهما كان صغير إذا كان بسمح له النظام وبسمح له أجهزة المخابرات. وبالتالي هذا الاستغبال للناس أو التزاكي على الناس أنه هو في عنده هامش حرية وبيحكي رأيه بصراحة، هذا الحكي غير صحيح على الإطلاق. ما بصور في سوريا على الإطلاق ما بيعرف أنه هي كذبة كبيرة وما إلى معنى أبدا، لأنه نظام السوري ما نعرفه من يوم واثنين، نعرفه 50 سنة. وبالتالي في غاية من وراء هذا الأصوات اللي عم تطلع، أحيانا بيكون في جهات ما، والأرجح تماما أنه هذا الصوت تحديدا على إيران هو من جهة أمنية ما صارت أو في جهة ما سياسية سورية الآن ترى أنه يجب البدء بهجوم على إيران قبل الموضوع باختصار شديد. إذن لا، ما بدنا باختصار شديد، بدنا بتوسع شديد أستاذي. إذن المخابرات هي من ترسل لبشار برهوم ما يقوله بالحرف؟ بالتأكيد. طيب لماذا الآن المخابرات تقول لبشار برهوم اخرج واقصف الإيرانيين؟ نعم، يعني بشار برهوم لو كان حقيقة مثل ما بيحكي انه هو بيمثل نبض الشعب السوري، الإيرانيين ما عملوا إساءة للسوريين من شهر واثنين ولا ثلاثة. الإيرانيين منذ يعني بال 2011 وهن عم بيدمروا سوريا تماما، وحكاها بشار برهوم. طيب ليش سكتت او ليش سكتوا السوريين على هذا الدمار؟ قاسم سليماني يعني من قبل ما تبدا الثوره السوريه باشهر والتقى ببشار الاسد لما صارت الثوره بمصر والى اخره، وحكى حسن نصر الله على التلفزيون بوضوح يعني انه التقى حسن نصر الله وقاسم سليماني وبشار الاسد وضعوا خطه لاحتمال اذا قامت الثوره بسوريا. طيب من 2011 وقاسم سليماني يدمر بسوريا، هل لا اكتشف بشار برهوم او جماعه النظام انه هو بده يدمر سوريا او دمر سوريا؟ الان يبدو في يعني خليني اقول افق جديد أمام بشار الأسد للبقاء بالسلطة. طبعا بشار الأسد ما في داعي نحكي أنه هو عائلته ما بيشوفوا بسوريا بلد وما بيشوفوا بسوريا وطن وشعب، بيشوفوا مزرعة. كيف بده يقوم بهي السلطة؟ مين بيقدم لهم ضمانات أو أنه بيقدموا خدمات؟ بيبيعوا هيو أي ضغط عليهم، بيبيعوا شيء لسوريا من سوريا، بيبيعوا الشعب، بيبيعوا الثروات، بيبيعوا السيادة. وبالتالي الآن شو اللي صار؟ يبدو أنه في طلبات إسرائيلية أمريكية الآن من بشار الأسد بملفات محددة، وهي الملفات هاي بتتطلب انه في لازم يصفي في خطوات ما تجاه ايران. هلا بدايه هذا الموضوع بشار الاسد شعب يعمل الان بده يوافق بدايه الموضوع الان انه بيحكي بشار برهوم. بشار برهوم ببساطه هو شخص يعني عنده شويه خلينا نقول ميزات بتخلي صوته، اول شيء هو شخص مو من الدوله وبالتالي التهرب من حكيه ممكن تماما، يعني اذا سالوا الايراني ممكن يقولوا له هذا مواطن ما لنا علاقه فيه، لا هو بالدوله ولا بمثل جهه ما. هاي اول شغله. يعني الشغلة الثانية هو يعني حريص على أنه يتكلم بلهجة توحي بانتماء طائفي ما ومغرق فيها، يعني حتى هو حديثه العادي ما بيحكي بهاللهجة المغرقة بالخصوصية مشان يوحي كمان أنه هي بتمثل هي الجهة ما أو هي الطائفة ما، وعم بيحاول الآن يحرض بهذا الاتجاه، يعني يعطي كأنه هذا رأي الشعب. هذا ابتزاز أو يعني تمهيد خليني أقول لعلاقة قادمة بين السلطة أو طالبة تأخذ السلطة بدها تحضر القاعدة لها. طيب 50 سنة من النظام أو من لحظة أستاذي 79 إيه؟ يعني فضل. حتى يعني نفهمها منك واحدة الآن بشار الأسد أو النظام يريد أن يحضر الطائفة أو في الساحل السوري الناس لأمر ما، هكذا تقول؟ في خطوة ما بدها، نعم في خطوات بده يقدم عليها هذا النظام. الان انا برايي في مشمل طلبات، يعني من هي الطلبات مثلا هي الحجم الوجود الايراني بسوريا عموما، في عندك العلاقه حتى يمكن تكون مع اسرائيل الى حد ما، يعني
بشار بلغم انتفع لدرجة بلقائه مع طوني خليفة أنه مستعد يخبر الإسرائيليين عن أي أهداف عسكرية إيرانية بسوريا، وهو عم يدافع عن هذا الأمر الوطنية. يعني عمليا ما صفت إسرائيل هي العدو الأول، لحن صفت فينا عداء تانيين آخرين أهم، وإسرائيل هي ليست عدوية معتدية، هي لغة جديدة، هي لو كان الوضع مو هيك لو ما مدفوع المخابرات هي يحاكم عليها، كان بسوريا تكفي هي الجملة لكي تقدم بمحاكمة بتهمة الخيانة الوطنية. يعني شو معنى أنه عم يحكيها بكل بساطة؟ وبالتالي الآن فتح ضيق. في نقطة أيضا يمكن مطلوبة أيضا من هي الإصلاحات واللي طلع فيها يمكن بشار الأسد اليوم مرسوم بأنه فصل الحزب الباعث عن السلطة، هي أيضا يعني في مجمل أمور عم تنطلب من بشار الأسد للتعويم في السلطة. منا أنا برأيي تحجيم الوجود الإيراني داخل سوريا، وبهذا السياق عم بيحضوا يبدو عم بيحضوا الناس واللي بدي يغيروا كل خطابهم، طيب عم بدي يغيروا جزء منه هذا الطلاق، وكيف بدي يحلوه؟ طيب ما قولك بلشوا يغيروا إنه هدول أعداء. طيب ما قولك إنه هذه يعني لعبة يلعبها الأسد والإيرانيون، إنه جيد يعني إنه إيران تسمح للأسد أن يمارس هذه الألعاب الإعلامية عبر بعض الأذرع للقول والله للخارج لا والله نحن نحاول أن ننفصل عن الإيرانيين وكذا يعني، لكن الأمر متفق عليه. هلا لو كان الأمر متعلق بأطراف أخرى، يعني مثلا لو كان متعلق بإسرائيل وبأمريكا فيني أحكي هذا الموضوع مقبول، لكن المشكلة إنه اللي وضع نفسه فيها بشار الأسد إنه من أجل البقاء في السلطة استخدم بأطراف كثيرة، وهالأطراف برشة تجي وتحميه، لكن بلشت كل الأطراف بعد ما حميته بدها تطلب بمستحقاتها هاي أو يعني بمصالحها، هاي المصالح الآن بلشت تتناقض بلشت تتصارع، وكلنا عم بيطالبوا له بشار الأسد إنه بدنا مصلحتنا اللي وعدتنا فيها. هذا المأزق اللي وضع نفسه فيه الآن بشار الأسد، يعني ما خلى شيء بسوريا، قدم الثروات والمرافق وحطم الجيش وهجر المجتمع ودمر سوريا وكله الإرضاء لأطراف خارجية. طيب الآن شو بدي يقدم؟ وهي الأطراف صار بدها حصصها من التركية السورية. الآن أنا برأيي وقع بشار الأسد عم بيلعب وقته الأخيرة، الآن عم بيلعب بهذه اللعبة الخطيرة، وطبعا اللعبة أبوه قبله أنه دائما على التوازن، هي اللعب بين التوازنات، لكن أبوه كان عنده دولة، كان عنده جيش، كان في عنده مراكز قوة، كان في عنده دولة لا تزال قائمة، كان عنده اقتصاد. الآن ما ضل عنده شيء بشار الأسد يبيعه، وبالتالي شو بدي يعمل؟ الآن بدي يخضع للشروط تفضل الأطراف الدولية التانية. أنا برأيي الآن الشرط اللي عم يفرض عليه، وهذا يمكن وبسوء رح يتوضح قريبا يمكن، يعني ما فينا نتكهن، لكن في علاقات دولية هتفرض على بشار الأسد خطوات بدي يعملها، ومنا الوجود الإيراني بسوريا. هلا الإيرانيين أنا برأيي ماني ميال لشرط إنه هني متفقين معه، وليش ماني ميال لهالصيغة هاي؟ لأنه الإيرانيين ما عندهم بديل، يعني هني بيعرفوا تمام المعرفة إنه بشار الأسد في حال يعني إزاحته بينهاء النظام بالكامل. وهنا ما عندهم ضمانين، وشو ضمانة هذا النظام إذا انهار بشار الأسد أو انهار حكم عائلة الأسد؟ شو البديل؟ ممكن نخسر كل شيء. وبالتالي الآن أنا برأيي الإيرانيين كابسين جرعة ملح شوي لحتى يردوا أوطانهم أكثر. صوتك يتقطع أستاذ، يعني في هذه النقطة صوتك تقطع قليلا، تقول لي ما البديل عند الإيرانيين؟ ما هو لو تعد؟ نعم، إنه الإيرانيين الآن عنده مشكلة إنه في حال سقوط هذا النظام، في حال سقوط عائلة الأسد، شو البديل؟ شو البديل عندهم يعني؟ يعني ممكن بدين هذا النظام بالكامل، نجال النظام بالكامل ما بضمنهم على الإطلاق إنه يكونوا هن المستفيدين الوحيدين أو إن أحد يكونوا مستفيدين. من يومين صرح مسؤول إيراني واضح تماماً إنه النظام السوري مخترق بالكامل أمنياً لصالح إسرائيل. طب هذا مسؤول إيراني. وبالتالي هون في مشكلة أمام الإيرانيين، وفي مشكلة أمام الروس أيضاً، وفي مشكلة أمام كل الأطراف، لأنه هذا النظام اللي هو ما عاد قادر يقدم شيء، والكل بده استحقاقاته منه، أصبح الوطن الآن لكن مش بديل له، هاي الوطن الآن واقف فيه بشار الأسد وعم بيحاول يمارس هذا دور، هذا اللعب على الإبات بيناته. لكن أنا برأيي هاي مو بس خطيرة عليه، خطيرة على سوريا. طيب في مسألة الإيرانيين، تقول أنه إيران لا تريد سقوط بشار الأسد لأنه يعني نهاية كل شيء، تريد بقاؤه. نعم. طيب ما بقاؤه هو الآن يبتعد عنها، تقول مطلوب منه أن يبتعد عنها، يعني هي سوف تراه يعني تتفرج عليه وهو يبتعد وتبلع لا. الموس؟ لا صديق، ما تتفرج عليه بالتأكيد، لكن هي الآن عم تحاول إنه بشار الأسد الآن عم بيقول إنه أنا ما رح أبتعد، عم بيقول للإيرانيين عم بيطمنوا إنه أنا ما رح أبتعد،
وهذا الصوت بيطلع، هذا الصوت بكى بكل بساطه. يعني بشار الاسد شو بيعمل؟ كل عائله الاسد هذا نظامه، يعني بيكون في عنده شخص كثير مهم عم تعتمد عليه، وحين ممكن يكون وزير، لحظه بلحظه من اللحظات بتقدموا ضحيه. يعني يعني بشار الاسد قدم خليه الازمه ضحيه لايران، يعني خليه الازمه بكامله يعني. وبالتالي بكل لحظه انه هذا الشخص اللي عم بيعيط هلا بيرضي، خليني اقول عم بيلعب انه هي لعبه مثل مقامره يعني بتصير عنده، انه الان نقدم هذه هي المثال شاطر، بعدين بيعتقلوا بشاطر بعد فتره من الزمان اذا ما مشي حاله مع الامريكان او زعل او الايرانيين ضغطوا بيعتقلوا بشاطر ببساطه او بيصرفوا ببساطه وما عنده مشكله يعني. بضحي بيه من مكان، بضحي بغازي كنعان، بضحي بخليه الازمه، بضحي بغازي بغازي روستوم غزالي، بضحي بكل اي شخص بيشوف انه ضروري انه يضحي فيه بضحي فيه. ما عنده مشكله بهذا الموضوع، في اوراق بيحرقها. بشاطر هو ليس اكثر من بوق الان، النظام عم يستعمله نوع من اللعب السياسي مع اطراف ثانيه، وما له علاقه في هذا من المواطنين، هذا لا هو مسؤول ولا هو شيء. طيب ما رايك البعض يقول لك هذه اسماء الاسد التي تمارس هذه الالاعيب، ليس بشار الاسد؟ هلا انا ماني ميال مع هالفكره هي، لانه اسماء الاسد ما عم تشتغل بالسياسه، اسماء الاسد عم تشتغل الان بنهب الاقتصاد السوري. الان تكدس ثروات عم تنهب الشعب السوري وتكدس ثرواتها، وثرواتها غالبا عم تطلع خارج سوريا. في مشاكل هون انا برايي دائما نحن يعني فيها بدها اضاءه اكثر من هيك. لكن للاسف ما عندنا الوثائق اللازمه، يعني مثلا من الخطا الاعتقاد انه والله الكبتاغون هو مثلا يعني فقط ملك بس عائلة الأسد. أنا بقول ملك مافيات أيضا دولية، وهي المافيات موجودة في دول أخرى وبتمارس بالضغط على سلطات بلادها. أيضا في هناك يعني مساومات دائما بتصير على حساب الدول وعلى حساب مصالحه وداخلية. لكن المشكلة بسوريا إنه بشار الأسد بيساوم حتى على مصير الشعب، على إبادة الشعب السوري بيساوم مع الدمانة، على 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 احتلال سوريا مع الدمانة. ما عنده حدود وطنية بتلجمه، لكن الدول في عندهم مؤسسات بتجم البازار السياسي. يعني إذن تستبعد يعني أنه أسماء الأسد والأمانة السورية للتنمية هي الآن الطرف الأقوى، تبقى الأمور بيد بشار وماهر يعني؟ لا، الأمور ليست بيد بشار ولا بيد أسماء الأسد سياسية أبدا. هن الآن عم يخضعوا أمنياً عم تطلبون. على الأقل يعني على الأقل يعني على الأقل أمنيا يعني في المدى في المديات الضيقة ما زال بشار وماهر يعني ليس أسماء، أسماء اقتصاديا، صح هكذا؟ للأسف صديقي أنه حتى الدولة السورية الآن أصبحت جزر، هذه الجزر كل يعني المؤسسة العسكرية نعرف تمام المعرفين أنه في أطراف تعمل لصالح روسيا ضباط ومؤسسة يعني، وفي ضباط يعملون لصالح إيران، وفي ضباط يتعاملون مع إسرائيل، وفي ضباط. وبالتالي الآن الدولة السورية منهارة، ما في أبدا بالدولة السورية إلا في شكل شرعي ما عم بيحاول المجتمع الدولي يخليه لبشار الأسد واللي حواليه. وبالتالي ما بتعرف أنت وين هي التشعبات اللي عم بتصير. المشكلة الآن أنه في متفقين الآن أنه بشار الأسد هو أسماء الأسد هي الآن تقريبا عم بتدير الاقتصاد السوري، نهب الاقتصاد السوري، مو الاقتصاد السوري، تدير نهب الاقتصاد السوري. هي المشكلة الآن ما عم بسمعوا فيها لحدا أنه يقترب منها، باتفاقات أمنية مع أجهزة المخابرات، مع أجهزة الأمنية المتعددة بسوريا. حسنا، المزاج الشعبي في الساحل السوري يعني مهاجمة الإيرانيين، هذا الأمر يروق للناس في الساحل السوري؟ مزاجها أين الناس؟ مهاجمة الإيرانية أنا بدأت تروق لكل الشعب السوري. حقيقة الشعب السوري بدأت زيادة الدور الإيراني لعبوه الإيرانيين بسوريا معروف للشعب السوري. لكن الشعب السوري الآن يعني بشوف إنه الآن بلشت السلطة إنه يعني فتحت هذا الطرق، نعم طرق كتير للشعب السوري وتحديدا للساحل السوري، لأنه الويلات اللي شافوه بيعرفوها. أستاذ الكريم، أغلب الشباب الموجودين بالجيش والأمن هني على احتكاك مع الإيرانيين، وهني بيعرفوا شو عم بيشتغلوا الإيرانيين، وهدول عم بيقولوا لأهله ولأهاليهم الغطسة الإيرانية، السيطرة الإيرانية، كيف عم يتصرفوا الإيرانيين حتى مع الضباط السوريين. في قطاعات عسكرية بالكامل بيكون ضابط رئيس قطاع سوري مأمور من إيراني، بيجي ضابط إيراني بيقولون في إذلال حقيقي من الإيرانيين للمؤسسات الجيش والأمن السوري. وبيعرفوا الشعب السوري لهذا الموضوع، كثير في رغبة هائلة عند السوريين من إزاحة الإيرانيين من إخراجهم، ما عاد عندهم ثقة فيها نهائيا لإيران.
طيب هل نجحت إيران بالتمدد مذهبيا في الساحل السوري؟ لا أبدا صديقي، أبدا أبدا. آخر آخر يمكن أنا راح أحكيها لشغلي وأسف أني أحكيها بشكل طائفي، آخر انتشار لشيعة إيران، طبعا خلينا نقول ميز هون الشيعة السياسية الإيرانية، مكان ممكن تتمدد فيه هو الساحل السوري، آخر مكان ممكن تتمدد. ليه ممكن تتمدد؟ وهي فعلا تتمدد بالجزيرة دير الزور بالحسكة حتى بريف حلب شمال حلب، بالساحل السوري مستحيل تتمدد. لماذا؟ في خلاف عميق جدا جدا، في خلاف عميق جدا 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 بين خلينا نقول العلويين بالمعنى الديني وبين الشيعة السياسية الإيرانية، عميق جدا. طيب راح أذكرك بيبي وحتى بيعترفوا الإيرانيين بهذا الموضوع، من سنوات بيحكي شخص من تشخيص مصلحة النظام الإيراني، شخص كبير يعني هو من هدول المسؤولين الصف الأول، يعني بيقول على التلفزيون يعني موجود على اليوتيوب فينا تشوفه، أنه الخلاف مع خلافنا خلاف طبعا الشيعة السياسية الإيرانية مع العلويين اختلاف أصول، اختلاف الشيعة السياسية الإيرانية مع السنة اختلاف فروع، بيعتبر العلويين مشركين، هو حكاها على التلفزيون. الخلاف عميق بين الشيعة يعني خلينا نقول الإيرانية وبين العلويين بالمعنى بالفهم الديني، العلويين ما بتشيعوا تحديدا، يعني طبعا ما في عداء بينه وبين الشيعة بالمعنى التقليدي، لكن الشيعة السياسية الإيرانية إيه في ما في في كتير عداء عميق، يعني في افتراق كتير واضح بيناتهم. يعني ما عليش هلا يقول لك إنه مستحيل حد، يعني هلا الآن شو عم تشتغل إيران؟ وحتى حكاها كمان يعني بحد تصريحات يمكن اللي نشر هذا الجنرال الإيراني، إنه كل صرف المصاري اللي أخذوه صرفوه مشان زيادة تشييع بالساحل كان بلا نتائج، لأنه بيجوا الناس ناس بحاجة، الآن عم يستغلوا الوضع المادي المزري للناس، عم يستغلوا جوعهم وإلى آخره، وعم يجيبون على هذا التشيع، لكن عم يكتشفوا أنه بس وقفت أي إمداد عم يروح الناس، ما عم تشيعوا بشيء حقيقي أبدا. التشيع الحقيقي ليش عم بصير بالجزيرة أكثر؟ لأنه الإيران شو بتعمل؟ تجيب شيخ قبيلة تغريه بالمصاري، هناك في نظام قبلي ممكن يأخذ القبيلة كلها يعني يسحب معه أفراد معه، لكن بالساحل ما في هيك نظام، وبالتالي من صعب جدا نشر التشيع بالساحل السوري. طيب الآن نعود حتى يعني الوقت أوشك على النهاية، بشار الأسد أو أيا يكن من في النظام وراء مثل هذه الألاعيب الإعلامية وإخراج فلان أو علان ليهاجم الإيرانيين، يعني في ضمن غاياته أو من غاياته كذلك تهدئة الخواطر في الساحل السوري، أنه طمأنة الناس ربما؟ لا لا صدقوا، آخر همه طمأنة الناس هو وطمأنة أي سوري، آخر همه هو الآن يريد طمأنة الإسرائيليين والأمريكان، نحن بدنا نبلش الآن بخطة خطة مع إصلاح سياسي، وبدنا نبلش بتحجيم وجود إيران بالمجتمع وتمهيدا لما، وهذا بداياته. الآن أنا برأيي بننتظر نحن المرحلة القادمة، إذا انتقلت هاي مرحلة المهاجمة للمستوى الرسمي، وأنا بستبعده لأنه ما يتجرأ بشار الأسد على فعل ذلك، لكن بدي حاول يشكل حاضنة ما بلش تهاجم إيران، حتى تبلش تشكل خطر على الوجود الإيراني، وبالتالي هون شو بتساعد؟ تساعد قوى خارجية مع حراك شعبي ضد الوجود الإيراني، وبين هو إنه أنا أقا هذا الشعب فيني بطو، وهدول عم يحاول هو ينفذ رغبة الآخرين، لكن هو بيعرف إنه بده يدفع ثمنها إذا بين إنه له علاقة فيها. طيب عم يحاول ما يكون هو متولي بشكل مباشر. إيران لن ترحمه؟ لن ترحمه إيران، وأنا بتوقع تماماً إنه بعض الملاحظات إذا بتوصل الأمور مع إيران للحظة حرجة كولا راح يكون هو أول الضحايا اللي راح يعني دفعوا ثمن إيران. لكن هنا يعني انهار النظام وفقا لكلامك، يعني طيب ماذا استفادت إيران؟ هي إيران إذا وصلت للمرحلة إنه راح تخسر كل شيء أكيد راح يعني تحاول. هلا في بداية الآن عم تشتغل هي إيران، أنا برأيي في بداية إيران أيضا إلها علاقة بأمريكا وإلها علاقة بإسرائيل وإلها علاقة بكثير، يعني ما هي بلد معادي لدول، في تصفيات سياسية ما هلا قد تقبل إيران، قد تقبل إيران بأي تصفيات سياسية. أيضا في عامل آخر، عامل روسيا، يعني في عامل روسي الآن، هذا عامل روسي بدي يشوف بشار الأسد مع مين بدي يدفع الثمن. الروس يعني مطالبهم تختلف تماما عن مطالب الإيرانيين، الروس ما بدهم
لا يعني ما بدهم حكم إلا يعني صيغة سلطة مؤيدين، ما بدهم نظام مثل حزب الله يفتك بالسلطة اللبنانية، ما بدهم حزب روسي بسوريا. إيران بدك تسيطر على المجتمع، بدها تمسك المجتمع من تحت بحيث يتغير النظام، ما يصير عندها مشكلة بطل حزب الله يتغير، مما تغير لبنان في عندك قادة شعبية، لا لا بدها حزب الله بسوريا. هذا الآن لازم يتم محاربته، وهذا عم يفكروا الآن كيف يحاربوا إسرائيل وأمريكا، أنه بدي منعوا الصيغة هاي بسوريا. كيف بدي منعوا؟ بتحريض شعبي ضد إيران، ما في شيعة بسوريا، نسبة كتير قليلة، في علويين بسوريا وفي سنة، بدي يحاربوا الآن هذا النهج مشان ما يصفي في امتداد لإيران داخل تركيبة المجتمع السوري، تركيبة النسيج الاجتماعي السوري. لا، الشيعة السوريين أعدادهم في تزايد يعني. هل يعني ما بعرف قديش جابوا يعني الإيرانيين أو قديش دخل بشار الأسد أو جنس منهم، لكن بضل نسبتهم قليلة. وأنا بتصور هذول طارئين، مهما حاولوا هنا طارئين صديق، ما بشكلوا عمق حقيقي أبدا ولا لحظة من اللحظات، ولا بشكلوا أنا برأيي هذا الخوف، لأن النظام كله راح ينهار. هذا النظام ما له مستقبل بسوريا، وبالتالي حتى المحاولة كيف سوف ينهار؟ يعني أنتم المعارضون للنظام كيف سوف ينهار؟ النظام باقي ويتمدد. شو يعني في موازين واضحة، شو عوامل فقائه؟ لا اقتصاد يملك، ولا جيش يملك، ولا شيء يملك. هو بكل بساطة طيب باقي بشار الأسد باقي في دمشق إلى ما شاء الله باقي. يعني نعم باقي بحكم انه في تدخلات دوليه الان عم تمنع هذا الموضوع، لكن في بلد بالعالم ممكن يستمر طويلا بهذه الحاله؟ يعني طيب استمر سنه وسنتين وثلاثه وبعدين بلد عم بتدمر عم بينهار، مو بس عم بتدمر بالمعنى يعني عم ينهار اقتصاديا وسياسيا وحقوقيا وبنيه تحتيه وما في شيء، بالتالي لا يمكن يستمر. الكاتب والصحفي الاستاذ بسام يوسف، كنت معي مباشره من فارنا في بلغاريا، شكرا جزيلا لك استاذ بسام. شكرا دكتور معاذ، تحياتي لك وتحياتي لكل المشاهدين. مرحبا استاذ. انتهى ما تبقى غدا باذن الله 9 مساء تاخذي دمشق، ما تبقى جيش في امان الله.